الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نترحم على شهدائنا الأبرار الذين قضوا نحبهم في ملاحم بنغازي، فنسأل الله أن يتقبلهم في عليين، ونسأله أن يعافي جرحانا ويفك قيد أسر أهلنا من سجون الطغاة الظالمين، وأن يثبت إخواننا المرابطين على جبهات بنغازي الذين ما زالوا يسطرون أروع الملاحم بصد الغزاة المحتلين. أما بخصوص التدخل الفرنسي الغادر الذي ما جاء إلا لإنقاذ ميليشيات العميل الخائن حفتر، والذي أظهر بكل جلاء حقيقة الكرامة المزعومة، وإنها ليست إلا محاولة إرجاع النظام المستبد الهالك وإخضاع الشعب الليبي الأبي لعميل من عملاء فرنسا ودويلة الإمارات وسيس اليهود. واكتمت خطوط المؤامرة على الثورة والثوار بموقف مجلس الخيانة والعمالة الذي بارك قتل ثوارنا بصواريخ فرنسا، ليثبت أنه ليس مجلس توافق الليبيين على إقامة الحق والعدل ولم الشمل بالاحتصام بحبل الله المتين، ولكنه توافق فرنسا ومثيلاتها على تقسيم البلاد ونهب الثروات وقتل أبناء ليبيا. ونحن إذ نبين أننا عازمون بعون الله على إكمال المسير والوفاء لدماء الشهداء والدفاع عن ديننا وتصحيح مسار ثورتنا، نبعث بهذه الرسائل. الرسالة الأولى: نشكر فيها علمائنا الأفاضل الذين صدعوا بالحق، ونقول لهم جزاكم الله خيرا على دعوتكم إلى جهاد الغزاة وعملائهم الخونة، فقد كان لموقفكم خير سلوان وعوض لنا في من باع دينه وكانت فتاويه تقتلنا مع صواريخ فرنسا. الرسالة الثانية: إلى أهلنا الذين خرجوا في الساحات مستنكرين هذه الاحتداءات السافرة في كل المدن، ألا طبتم وطابت مواقفكم وقد أثلجتم صدورنا وأرجعتمونا إلى أيام الثورة الأولى حينما كنتم تنتفضون مع بنغازي مستقبلين الرصاص بصدوركم، فواصلوا المسير ولا تهابوا العسير، وعما قريب سيرفع الظلم بإذن الله. الرسالة الثالثة: إلى الثوار الشرفاء في غرب ليبيا وجنوبها الذين كانوا سندا لنا في صدنا لهذا الغزو على مدينتنا الحبيبة، فنحيي فيكم أصلكم ومواقفكم معنا، ونحيي أيضا قبائلكم العريقة، فواصلوا ضغطكم وانتقلوا من الأقوال إلى الأفعال، ونحذركم من أناس يتسمون باسم الثوار وهم يحاربون ثوار بنغازي، وهم في حقيقتهم امتداد لمشروع العميل حفتر وأذنابه من المداخلة المجرمين الذين تسموا زورا وبهتانا باسم السلفيين، والسلف منهم براء، وعلى رأسهم ميار طرابلس ذلك الخبيث المدعو عبد الرؤوف كارا وزمرته الفاسدة. فأنتم يا من كنتم سندا لنا نحسبكم أهلا للمروءة، ولن ترضوا بأن يظلم على أرضكم من كانوا رفاقكم في الثورة. الرسالة الرابعة: إلى الشرفاء من أعيان وأبناء برق العريقة، لقد لبس عليكم العميل الخائن بأن عمليته هي إرجاع للكرامة، فما إن كشفت الحقائق اتضح إنه تدخل خارجي لإرجاع حكم القذافي وزبانيته، وما قتل عصابات الأمن الداخلي أبنائكم وبناتكم ورميهم في مكبات القمامة إلا خير دليل على ذلك. فيا أحفاد المختار، لا يكتب التاريخ أنكم وقفتم مع النصارى الغزاة ضد أبناء شعبكم كما لحق العار بالمتطلنين الأولين، فإن في ذلك المعرة والخزي في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. نسأل الله أن ينصرنا على الغزاة وعملائهم الخونة، وأن يؤلف بين قلوب شعبنا على ما يرضيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.